البلوشي بتوقيت الأهلي. هو خليل إبراهيم محمد البلوشي، المولود في 3 أكتوبر عام 1979 في سلطنة عمان، والذي لم يكن يدري أن 3 كلمات نطق بهم عن الأهلي في بداية المشوار 9 ستمنحه محبة جمهور القلعة الحمراء. إلى معلول، علي إلى عرضية، إلى كرة ملعوبة، مرت إلى حسين، حسين لا 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 التاسعة بتوقيت الأهلي. البلوشي مهندس كهرباء طائرات، تحول إلى التعليق الرياضي في عام 2002، وهو أحد الأصوات المميزة التي حجزت مكانا بين الكبار ليصبح المعلق العماني الوحيد الذي يتولى التعليق على مباريات الدوريات 5 الكبرى ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي. 9 بتوقيت الأهلي كانت بداية دخول البلوشي لقلوب جمهور النادي الأهلي الذي اعتبره تميمة حظ في بداية مشوار 9 التي توج بها المارد الأحمر بهدف محمد مجدي أفشة في الزمالك القاضية ممكن. ويتميز البلوشي بالحماسة في التعليق على مباريات كرة القدم ليمنح المشاهد جرعة من الشغف أمام التلفاز، ويظهر حرصه على التحضير الجيد في كل مباراة بالمعلومات القيمة التي يثري بها التعليق.